حادثة هي أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة، منزل تقطنه عائلة منذ سنوات عديدة ببلدية الأربعاء في ولاية البليدة في سلام، قبل أن تنقلب الأمور فجأة في الفاتح من فيفري. جوايه 10:30 ولا، قلت له انا راكدين هنا في الدار، قلت له تخرج معايا للتواليت. خرجنا نورمال، حوصلنا قدام عندنا واحد الزنيقه في التواليت تاعنا، وقفنا ثم شمنا ريحه الدخان. قال لي بالك الجيران شعلينا، قال لي كتشمي في ريحه الدخان. قلت له راني نشم، قلت انا بالك الجيران ولا كش ما يواسوا في الطريق. نورمال دخلنا، هو الاولاني وانا موراه. كي فتحنا الباب باه ندخل، صبت النار شعله في الكوانه، شافها هو من بعد جت هنايا. العائلة لم تأخذ أمر الحريق بجدية، لكن بعد تكرر الحادثة أخذت الأمور تتعقد. احنا البارح كنا قاعدين في الشومبرة هذه اللي هنايا، كنا بون خايفين وقاعدين نقصروا وشو يصرى وكنا نستناو واش حيزيد يصرانا، خايفين واش راح يزيد يصرانا. حنا قاعدين هنايا وما سمعنا خبطة الأولى سمعتها سلفتي، قعدت هكذا تغزر يتغامزوا كاع بيناتهم مخلوعين. بعد نغزرت فيها قلت لها ما كاين والو الفرنو، بعد سكتت. باك وليت سلفتي وليت دوستي، قالها واقع نلبس حوايجي مالك، ولات الخبطة كان نلبس حوايجي. وحنا عم بانهم يخوفوا فينا باسكو نسمعوا المشية، نسمعوا تقربيع، نسمعوا الخبيط هكا. النيران المندلعة في كل جوانب المنزل أدخلت الرعب في قلوب السكان والجيران. فنجور مانيش نرقدو، أنا مانيش نرقد، مانيش نروح لخدمتي، جيراني واحد ما ويروح، علاه نستناو غير النار وقتها تشعل؟ دوك إلا تصرى حادثة ويموت كاش طفل ولا تنحرق كاش مرأة، وعلى بالكم باللي المرأة خزنوها لدخل الشومبرا وكانوا يحرقوها وبتشوا بكسرنا تيقة باش خرجناها. كاين اللي يدير في مرتو هك، كاين اللي يدير في ولادو هك، كاين اللي يحرق طونوبيلتو. أحشموا شوية وش بيكم، أروحوا شوفوا الناس هذو. لحد الساعة النيران لا زالت تلتهم أسوار هذا المنزل، فيما يظل المتهم مجهولاً.